محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخب مصر المرافق لبعثه المنتخب هناك في الامارات. يا مراد مساء الفل. مساء الفل عليك يا امير، وكل سنه طيب وبخير ودايما متالق. ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ والحمد لله على السلامه. تمام، الله يسلمك يا امير. طمنا على المنتخب والاستعدادات لودياتي المنتخب امام زامبيا وايضا الجزائر. يعني الحمد لله الاستعدادات كلها كويسه يا امير، الدنيا تمام الحمد لله. النهارده ال 25 لعيب شاركوا في التدريب بالكامل. صلاح انضم النهارده، ومرموش وصل امبارح بس ما شاركش في التدريب امبارح، وصل بعد التدريب. احمد نبيل كوكا برضه انضم ووصل وصلوا النهارده وشارك في التدريب بصوره كويسه وظهروا بمستوى كويس. الحمد لله اللعيبه كلها جاهزه، ال 25 لاعب المختارين. طبعا التغيير الوحيد كان زي ما احنا عارفين امام عاشور المصاب خرج وضمنا مكانه احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي والمنتخب الاولمبي ولاعيب من اللعيبه الواعده، وشاركوا النهارده بصوره كويسه. التدريب كان على الملعب احد الملاعب الفرعيه هنا في مدينه العين. الماتش ان شاء الله هيبقى يوم هيبقى الساعه 7 بتوقيت مصر، 8 توقيت الامارات على استاد الزعبي الزايد. والاستاد ده زي ما انت عارف يا امير كان سبق ليه واستضاف ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري. وان شاء الله يعني الفرقه مستعده، اللعيبه عندها حافز ان هم يعني وصلوا الانتصارات اللي كانت قبل ماتش تونس وحققوا نتائج كويسه، ويعني يفوزوا اداء ونتيجه. تجربتين طبعا زي ما انت قلت، تجربتين قويين جدا قبل تصفيات كاس العالم وقبل بطوله افريقيا اللي في كوتوفوار في شهر 1. الحمد لله الباتا يعني زي ما انت وصلنا، يعني سافرنا امبارح وصلنا خلال يعني في 3 ساعات كان طول رحله السفر. يعني التجهيزات النهارده كويسه، حتى الجانب الاماراتي مصر ابو ظبي الحقيقه والشركه المتحده واتحاد الكوره منسقين يعني تعاون رائع في الحقيقه بصراحه. ده حقيقه يعني حتى الشعار او السلوجان بتاع الماتشات لقاء الاشقاء اللي هو تحديدا ماتش مصر والجزائر. طبعا التذاكر او الاقبال على التذاكر كبير جدا، تحديدا ماتش منتخب مصر والجزائر. الجمهور ممكن يكون عدده قد ايه في الماتش ده بالنسبه للجاليه المصريه؟ هو الاستاد يا امير بياخد من 24 او 25 الف متفرج. وده عدد التذاكر المطروحه كمان. ان شاء الله يعني ماتش الجزائر بنسبه 95% كان التذاكر فيه نفذت بنسبه 90 او 95%. ماتش زامبيا فيه اقبال على حوالي 60% من التذاكر اتباعت. ان شاء الله يعني بكره يبقى فيه اقبال كبير على التذاكر، وفي تغطية إعلامية مميزة هنا في الجانب. مراد عايز اسألك سؤال مهم، هل فيتوريا حاطط استراتيجية للماتشين؟ يعني مثلا ممكن نلاقي تشكيل في ماتش زامبيا مختلف عن تشكيل ماتش الجزائر، ولا الموضوع مش مترتب بالطريقة دي؟ لا والله بص، دي حاجة فنية يعني بتاعت ورك، ان اللعيبة كلها ال 25 طبعا موجودين وكلهم شاركوا في التدريبات، وفيتوريا يعني مجهز وبيعمل اكتر من تقسيمة في الماتشات. اكيد طبعا هو عامل تصور للماتشين، واكيد عامل يعني مستعد مين اللي هيلعب الماتش الاولاني ومين هيلعب الماتش الثاني. لكن ايا كان طبعا ماتشين قويين، تحديدا ماتش الجزائر وماتش زامبيا. فرق زامبيا من المنتخبات طبعا كويس جدا الكبيره، وافريقيا زي ما انت عارف ما عادش في فرق يعني ضعيفه زي زمان. فماتشين قويين جدا، ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق نتائج ايجابيه في الماتشين والفوز، ويبقى حافز معنوي ليك قبل بطوله افريقيا ان شاء الله وقبل تصفيات كاس العالم. طيب يعني ازاي استقبل منتخب مصر او الجهاز الفني او فيتوريا بالتحديد خبر اصابه امام عاشور؟ لان هو كان اختاره، لكن الاصابه اللي كانت في مباراه الاهلي واسماعيلي هي اللي عطلت امام عاشور عن الانضمام. هو ازاي استقبل الخبر ده يعني؟ بص هو امير طبعا يعني امام من اللعيبه الاساسيه كانوا مع مستر فيتوريا وكانوا موجودين معاه في اكتر من معسكر، لكن نور الاصابه بعدته في شهر 6 وشهر 9. لكن امام من العناصر اللي كان بيعتمد عليها مستر فيتوريا في الماتشات، وحتى شارك في ماتش بلجيكا لو انت فاكر. طبعا ما حدش يقدر ينكر ان امام من افضل لعيبه في الدوري المصري في الفتره الاخيره، وماشي بمستوى كويس جدا في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، وظهر بمستوى كويس جدا، ودليل ان فيتوريا اعلن ضمه. وهو طبعا يعني مش جديد على فيتوريا، لا سبق ليه وانضم في اكثر من معسكر. وطبعا اكيد لو كان موجود طبعا كان هيبقى مكسب للمنتخب طبعا، ومكسب
في الماتشين، ان انت محتاج اكتر من لاعب، خاصه المعسكر ده مختلف عن المعسكر اللي فات يا امير، ان انت معاك 13 لاعب ما كانوش موجودين المعسكر صح اللي فات طبعا، صح على راسهم طبعا تريزيجيه والنني ويعني لعيبه كتير جدا المرة ما دي كانتش منتخب موجوده في ماتش كامل تونس الحمد لله. طبعا. فان شاء الله باذن الله يعني لو اللعيبه دول كانوا موجودين ماتش تونس كنت انا اقدر اقول لك يعني نفوز على تونس بسهوله، لكن الحمد لله طبعا يظهروا بمستوى كويس في ماتش زامبيا ان شاء الله وماتش الجزائر وتبقى حاجه كويسه مراد فيتوريا مبسوط ولا في ولا الراجل عنده، لان في المؤتمر الصحفي طبعا اللي كان اخير بالنسبه له اتكلم على بعض الازمات اللي بتواجهه في المعسكرات كلام من ده، المعسكر ده الراجل مبسوط مستريح يعني، ده اهم نقطه بالنسبه لنا دلوقتي يعني. بص يا امير يعني هو لو انت هتتكلم على الحاجات دي لما انت يبقى يعني مسؤوليتك في ايدك انت، انت بتحدد مواعيد الماتشات والحاجات دي انه تبقى سهله يعني، انت محدد مواعيد الماتشات من بدري وعارف ومجهز الماتشين دول من بدري ومحدد مواعيدهم 12 و16 من بدري، لكن لما يبقى مصيرك في ايد تاني، في ايد حد تاني، وهو تحديدا الاتحاد الافريقي اللي بيمر مفهوم. باسوأ فترات يعني الحقيقه الاتحاد الافريقي ما عندوش يعني ما فيش في نظام زي زمان يعني لغايه يعني تلاقي بطوله مثلا سوبر افريقيا محددين الماتش قبل الماتش باسبوعين، دوري ابطال افريقيا والبطوله الجديده اللي هي السوبر الافريقي او دوري الابطال الجديد بشكله الجديد محددين مواعيده قبلها برضه باسبوعين او ثلاثه، فده ياكد لك ان في تخبط وتخبط كبير جدا. فانت معظم المشاكل اللي كانت اللي بيمر بها منتخب مصر ان في الفتره اللي فاتت كلها يعني 90% منها الاتحاد الافريقي. انت اول معسكر زي ما اكيد انت وانت اتكلمت في الحاجات دي، اول معسكر تلاقي ماتش الزمالك في نص الاجنده الدوليه واول مره تحصل في التاريخ، صح تقعد تبعت لهم عشان يحددوا مواعيد ماتشات اللي كان غينيا برضك ما بيردوش وما فيش حد فيهم بيتواصل معاك، بيحصل لك كتير من الازمات يعني 90% مؤخرا سواء يعني اهلي او زمالك او منتخب تلاقي اساسها الكاف او الاتحاد الافريقي. فانت الحمد لله الدنيا ماشيه كويس والراجل كويس زي ما قلت لك هو ماشي بشكل كويس ومرتاح ومبسوط جدا بفكره اللي هو كويس يدرب منتخباته وفكره حلو ال4 سنين ومشوار ال4 سنين، ولو كان عايز يمشي زي ما قلت لك كنت عارف ان هو كل شويه بيجي له عروض وجاله عروض من السعوديه وعرض من البرازيل وعرض من اكثر من دوله، لكن راجل متمسك بمنتخب مصر وعلى طول يعني وهو بعيدا بقى عن الاعلام او الحاجات دي يا امير بيقعد هو يعني يقول لك اللعيبه المصريين من افضل المستويات على مستوى يعني من اللعيبه اللي حاجة بتستوعب تفرحنا، بسرعه جدا حاجة في تفرحنا التدريب وحاجات بقول لك يعني قريبين حتى من الفكر من لعيبه البرتغال، لكن مظبوط عايزين بعض الامور اللي هو الميتينات اللي كان بيتكلم عليها صلاح والناس فرقت يعني كانوا بينتقدوا صلاح، لا هو بيقول لك يعني الفكر والعقليه والحاجات دي صح لو اتظبطت وفي اسس الناس مشيت عليها في مصر هتلاقي اكتر من لعيب محترف وهتلاقي الكره المصريه في حته ثانيه افضل من اللي هي موجوده فيها، فهو كويس ان الراجل شاء الله. مكمل ان شاء الله مكمل مع منتخب ان مصر شاء ان الله شاء الله. باذن الله اتمنى له دايما التوفيق والاهم التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك يا مراد، شكرا جزيلا. حبيبي محمد مراد طبعا منسق الاعلامي منتخب مصر.